السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. أول اليوم ليا في البلاد، غدا نتشارك معكم إن شاء الله خميرة بلدية. كيف قلت لكم في انستغرام، راه اللي مشيت عنده خصني نعادي بالخميرة البلدية. مهم اليوم غدا نحضرها بالدقيق اللي متواجد عندنا في الدار. كاين هنا عندي الدقيق ديال الفارينة، وهنا عندي الدقيق ديال الشعير، وهنا عندي المخالة. هذا غير الفارينة مغربلة، يعني مزولين منها غير ديك النخالة الرقيقة والغليظة. ياك اخي الرقيقة والغليظة فارينة طحونة مغربلة بالشطاطة. وهذا الشعير، الدقيق ديال الشعير. هنايا كاس، وهنا النخالة. صافي، من بعد ما خلطت الدقيق، انواع ديال الدقيق، ماشي ضروره انكم تستعملوا هاد الانواع ديال الدقيق اللي استعملت دابا. تقدروا تستعملوا غير الشعير بوحدو، ولا تقدروا تستعملوا غير الدقيق ديال القمح العادي. غير هي ديك ملي كتكون فيه النخاله كتساعد ان الخميره البلديه كتنجح بسرعه. وغادي نخلطوها غير بالماء. ممكن تستعملوا البان، ولا غير هي هذه كتجي خفيفه، ما تجيش حامضه، ما تجيش الريحه ديالها مجهده. هذه اللي كتكون غير بالماء. الا بغيتوا تسرعوا العمليه ممكن تزيدوا العسل او التمر. صافي، دابا انتم جوج ديال الكيسان ديال الماء. هذا الماء من الاحسن يكون اما كان في القرعه ديال الزاج، يعني واحد المده باش كيحيا، او كنخليوه شويه في الطين، ولا تستعملوا الماء المعدني او الماء ديال لو سورس، الماء ديال العين. صافي، غادي نخلطها غير هكذا، وغادي نخليها حتى الغدا ان شاء الله، عاد نزيد فيها عاوتاني شويه ديال الدقيق. صافي، وكنظن من هنا يومين ولا 3 ايام غادي توجد، لان الحال سخون بزاف. وكيف قلت لكم، لو بغيتوا تسرعوا العمليه ممكن تزيدوا اما التمر اما العسل. انا غنخليها غير هكذا لان فيها النخاله والشعير، ان شاء الله غادي تسهل. عملية سهلة جدا، ما فيهاش. صافي، غنسد عليها هكذا، وغادي نخليها حتى الغدا ان شاء الله. صافي، هنا غادي نوجدوا الغدا. هذا السميده اللي كنت تشاركتها معكم واحد المره. خديجه اختي غادي تطيب دابا. هي نعاودوا الشرح اختي. صح، هي طحين الزرع القمح ماشي فارينه، لان فارينه ما كتصدقش بيه. القمح تقدري تحمريه شويه، تحمريه اما في الفران يا اما في الطنجره الثقيله. صافي، كتصفي تطحن، تقولي لي نسندو لك يصايب لك سميده، كتخرج هكذا، كتخرج السميده هكذا، كيجي لذيذ. في الفوره الاولى كتبسي بالزيت، بالزيت من الاحسن يكون زيت العود، زيت البلديه ولا زيت وشويه الملح. صافي، هو كيجي ساهل. ف هو ساهل، ما كيتعجن، ما كتحتاجي تكسكسي لا حتى شي حاجه، هو صحي. والبنة وبنين، ما كاينش اللي كيضوقو وما كيعجبوش، كلشي كيعجبو. وبغيتي ديري بالتفايا، بغيتي ديري بالخضره، كيما درتي لي كيجي. وحتى بالشعير، حيت هاد الفكره ديال بشرى اخت ديال الزوج ديالي، هي اللي جات لينا الفكره، حنا كنقولوا منها. تحيه لك بشرى الا شفتي الفيديو. صافي، حتى الشعير تدير لي نفس الشيء. نفس الشيء، حتى هو نفس الشيء. هو الشعير ماشي بحال القمح. الشعير خدمته صعيبه باش تصفي منه ديك النخاله وداك الشيء، كيبغي شويه الوقت، كيبغي شويه الجهد، حتى كتصايب كيبغي شويه الخدمه. اما هذا راه وتا هو كيتحمر وكتعطيه حتى هو. ما كيتحمرش بزاف، حتى كياخذ منه غير شويه، كتقلي شي شويه. صافي، وطحنوا وكتبدا. انا بديت كندير به حتى الحرشه، الحرشه كتجي بنينه بنينه. الحرشه ديالو ما تشبعيش منه، الحرشه ديالو كتجي رائعه جدا وصحيه، والانسان كيكون مرتاح، كيعرف راسو واش كياكل. صح، دابا واش غادي تسقيها بالماء؟ لا، غتفوريها. هذه التفوره الاولى كتبسلس ليها بالزيت، ديري مليحه وديريها في الكسكاس. سبحان الله، انا كنبغي الماء، ما ديريش الماء. حتى التفوره الثانيه عاد ديري الماء. ايوا انا الاولى ما ديرش الماء، انا كندير ليها الماء المره الاولى والمره الثانيه. انا كنفور جوج مرات. شحال كتفوري؟ ثلاثه. ايوا صافي، هذا هو الفرق. انا كنفور
كنفورو عليه جوج المرات حيت هو ديجا محمر. كتشربيه من داك الاول. كل واحد الماء في الاول كنصبصو بالزيت ونفورو. صافي دابا غادي تهزي تفوري. دابا غنزلو ديرو في كسكاس ونفورو. ايما انا جيت لقيت اختي خديجه غفلاتني ودارت الفوره الثانيه ودابا وصلت الفوره الثالثه. المهم كتبقاي تسقيه بالماء باقي الفوره الاولى قلنا عا كنبسبسوها بالزيت وصافي. ملي كيفور كترشيه بالماء مزيان وكترديه للفور. الفوره الثانيه هاني شوز كتسقيه بالماء مزيان كديري بعدا شويه زيت العود باش كتلقيه وكتبداي ترشيه كيتطلق مزيان وكيزكى هان كيولي تبارك الله ما شاء الله كيطلع مزيان صافي. ودابا غنردو في فور وغادي نسكي ان شاء الله. عرفتي واحد الريحه ما شاء الله مشهيتكم فيها. صافي دابا غادي تزيدي دابا فوره وحده وغادي تنسيق نسقيو ان شاء الله ان شاء الله. تبارك الله ما شاء الله على قصريه كتشهي. الله يعطيك الصحة خديجة. بصحتك. بصحة والله.